السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة اللي ان شاء الله غادي نشارك معكم عجينة فردية، عجينة ديال يعني بيتزا فردية كتجي اكثر من رائعة وبدقيق الفينو يعني صحية، ما نستعملش فيها الدقيق الابيض، يعني كتقدروها كتستعملوها مباشرة او لطيبوها نص طيبة وكتحتفظوا بها في المجمد ديالكم. كتجي هشيشه رطبه كما كتشوفوا، انا درت يعني الحجم ديالها موين، ما درتهاش رقيقه بزاف، نتوما يعني اللي كيعجبكم كيفاش تكون هذيك لاباط ديال البيتزا. فنبداو على بركه الله، فكناخذ واحد كاس ديال الحليب دافي على حسب كميه الحليب، على حسب كميه الدقيق اللي غادي ديروا، على حسب الكميه اللي بغيتوا نتوما. كندير نصف ملعقه الى ملعقه الى ربع ديال الخميره حبيبات، وكنخلي هاد العناصر جانبا تتنسجم تقريبا مده ديال كتفاعل هذيك الخميره مع الحليب مده ديال 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نضيف لها واحد الملعقه ديال سكر حبيبات، النص يعني الملح على حسب الذوق، وزيت الزيتون. كنمزج هاد العناصر جيدا حتى كتنسجم، وهنا خديت دقيق الفينو، ماشي السميده رقيقه وانما الدقيق الفينو، دقيق تاع القمح الصلب يعني هكا. وغادي من بعد ما غربلتو غادي نبقى نضيف حتى كتجمع لي العجين. كما قلت لكم الا بغيتو توجدوا واحد الكميه كبيره فيعني غضيفوا جوج كيسان ديال الحليب او ثلاثه، يعني على حساب الحليب على حساب الدقيق. وكنبقى نضيف بشويه، يعني الا قصحت بزاف راه غادي نضيف القليل من الحليب، ولا كانت هكا جاريه شويه راه نضيف الدقيق صافي. كان يعني ماشي كتحتاج مني واحد المجهود باش كنعجنها بزاف، داكشي يعني كفي انني غير كنجمع العجينه هكا شويه، وكن كنضيف لها من بعد يعني ثاني واحد الكميه ديال دقيق ديال زيت الزيتون صافي، وكنعاود نجمعها معها مزيان، انا زيت الزيتون كيزيد يرطبها صافي، وكنعجنها عادي يعني ما كنديرش واحد المجهود انني كنبقى ندلك فيها نهائيا. وكتجي اكثر من رائعه، كتجي رطبه، كتجي مهويه، كتجي غزاله وناجحه 100%، ما كتجيش بحال ديك لاباط القاصحه اللي صراحه ما كتعجبنيش انا، ملي كتكون هكا عيب الدقيق الابيض والماء فكتجي شويه ديك لاباط قاصحه صافي. كنغطيها هكا بواحد فيلم اليمونتير وكنخليها كتختمر واحد المده ديال ساعه او اكثر، سيغتو دابا الحال البارد صافي. من بعد ما اختمرت لي العجين فغادي نحاول يعني هنا نخوي منها داك الهواء، كنديرها هكا على يعني كنحاول ندير على شكل كويره، وكنبسطها واحد شويه وكنديرها في واحد الغلاف ثاني ديال البلاستيك، وكنخليها واحد 5 حتى 10 دقائق على ما طلقات لي مزيان صافي. كنرش يعني الدقيق ديال الفينو في سطح العمل صافي، وكنبدا نسرح فيها هكا بالمدلك. صافي كل مره كنقلب هذيك العجين وكننضيف القليل من يعني الدقيق ديال الفينو حتى كنبسطها على السمك اللي بغيت. انا هنا خديت غير داك المول ديال لي كيش وغادي نقطعها بيه باش تعطيني داك الشكل ديال داك الجوانب هكاك داك الديكور صافي. يعني من بعد ما كنقطع كنعاود نشد ثاني ديك العجينه وكنديرها في واحد الغشاء بلاستيكي ثاني وكنبسطها ملي كان بعد ما كتطلق صافي. من بعد ما كملتهم انا خرجت لي هنا تقريبا 12 حبه، غادي نثقبهم بواحد الفرشيطه صافي، وغادي ندخلهم الفرن يعني حتى ندير لهم نص طيبه. كما قلت اما تحتفظوا بهم بالمجمد الا بغيتوا هكا، اولا مثلا ديروهم مباشره يعني تعمرهم بالحشوه. كنتمنى ان هاد يعني الوصفه تعجبكم وانكم تجربوها وتنجح معكم. كنتمنى ان تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم مع احبابكم، والى فيديو قادم بحول الله تعالى وقوته.